رعى سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة انطلاق أعمال أسبوع المنامة لريادة الأعمال بحضور عدد من المتحدثين العالميين وبمشاركة ما يزيد على 200 شاب وشابة من رواد الأعمال. يوما بعد يوم يثبت قطاع ريادة الأعمال أهميته في تثبيت دعائم مبادئ الاستدامة التي يمكن تفصيلها على مقياس مختلف المجالات الحياتية، ولعل المجال الاقتصادي أبرز المقصود حرفيا. وما يؤكد صحة ما سبق نظريا وعمليا هو الإيمان بمكنون الجدوى الحقيقية الآتية من وراء الاستمرار بتنظيم أسبوع المنامة لريادة الأعمال الذي يطل بنفسه للمرة الخامسة تواليا على جموع المبحرين في ثناياه والمهتمين بجمالية العائد من وراء الإبقاء عليه والاستعانة به كمنصة رحبة تمكن رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة من خلال عرض قصص نجاح محلية وإقليمية ودولية رائدة وتوفير فرص للتعاون والابتكار مع شتى الشخصيات والمؤسسات العالمية والمحلية. من خلال الريادة ينمو الاقتصاد ونخلق الشاب الطموح اللي يحقق أحلام إن شاء الله، ونساعده على تحقيق هذه الأحلام من خلال حضور هذا المنتدى والاطلاع على تجارب الآخرين، وأيضا إن كيف يتعدى هالعقبات ولو مثل ما يقولون إحنا طاح يوقف مرة ثانية ويستمر في النجاح. منتدى أذن من خلاله رفع سقف الاهتمام بمن لازمت الريادة أعمالهم والتركيز على ضرورة تبادل الخبرات وطرح الرؤى المبتكرة لدعم المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بشكل يصب في صالح بناء اقتصاد مستدام لا يعترف بالمعينات ولن يتهاوى أمام متنوع المتغيرات السلبية. تبتدي هالشغلة من الجيل الجديد من الشباب وطالع، نعلمهم نعطيهم السكيلز والمهارات اللي نحتاجها، ونشوف كل واحد في اختصاصه وفي طريقة تفكيره. ففي شباب في الفن، وفي شباب في التكنولوجيا، في شباب في التصنيع المانيفاكتشرينج، فاحنا كذا ستارت اب فاكتوري قاعدين نحصل المهارات اللي نحتاجها واللي نشوفها في المستقبل، وبنساندهم، وانا شخصيا بساعدهم يكبرون، وإن شاء الله نصدر كبحرين للخليج والوطن العربي، وعقبها إن شاء الله لأوروبا وأمريكا. لكن في تقدم مستمر في البحرين، في السعودية، في الإمارات خاصة. بالنسبة للمنشآت الصغيرة والكبيرة المتوسطة هي أساس الاقتصاد في معظم الدول المتقدمة. يعني لو تشوف في الولايات المتحدة، في أوروبا، يمثلون نسبة عالية من الجي دي بي للحكومات. فعشان كذا تشجيع هذا المجال بالنسبة للشباب والشابات من جميع المناطق، يعني من البحرين، في السعودية، أن يجون في المجال هذا، بدال يدورون مثلا على شغل يبتدون يبنون شركاتهم هم يوظفون الناس. 200 شاب وشابة من رائدي الأعمال حضروا بفحوى مشاريعهم وتجاربهم المميزة التي وجدت لها رواجا وسيطا واستخداما في النواحي التي صممت لها. دعم الأساسي للمشروع كان البنك البحرين الإسلامي، ومشروعي هو عبارة عن برمجة رجل آلي حقيقي للبنك الإسلامي. أنا اشتغلت على البرمجة لمدة 3 شهور وقدرت أن أخلص المشروع بنفسي. سويته كمشروع تخرج للجامعة اللي أدرس فيها اللي هي البحرين بوليتكنيك، وأنا دارسة طبعاً Information and Communication Technology. واخترت هاي المشروع لأن أنا أشوف أن البحرين وكل الدول قاعدة تتوجه لطريق الـ Artificial Intelligence، الـ Machine Learning، الـ Internet of Things. كوكبة من أبرز المتحدثين العالميين والمحليين ورواد الأعمال والمفكرين قدموا خلاصة تجاربهم الثرية للمشاركين في الملتقى، والتي تلخصت في تعزيز روح المبادرة ونشر مفاهيم الابتكار والإبداع والتفرد في ريادة الأعمال نحو تحقيق التنمية الشاملة. I think it's really important. Entrepreneurs grow economies.
أعتقد جيدا أن مجال ريادة الأعمال مرتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد. كل منا يمتلك الفكرة، ولكن من الواجب أن يتم توظيفها وتطبيقها بالشكل الأمثل والذي سيجعل منه أنموذجا يحتذى في التفرد والابتكار، والبحرين تعي ذلك جيدا. ورش عمل ونقاشات مستفيضة ضمتها جلسات اليوم الأول من أسبوع المنامة لريادة الأعمال، جاءت بعناوينها التحفيزية التي ركزت على رحلة تنظيم المشاريع والتجول في عوامل النجاح، إضافة إلى ثورة الأعمال والتحول الرقمي وغيرها الكثير. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.